شائع الهجرة إلى الله في إحدى السكنات العسكرية في جبال التركمان التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش السوري الحر. كتائب الهجرة إلى الله. سكناتك يا بشار الأسد وعلى القصر بإذن الله، على القصر. كانت سكنات للجيش، الآن هي كما ترون خراب. وملك للجيش الحر، ملك للجيش الحر، عيد ملك للجيش السوري الحر بإذن الله، بإذن الله تعالى.